ما انا بقول لك مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المهرجين، في ناس بتهرج يعني، في ناس بتطلع لك مش عارف منين ومن لندن ومش عارف من منين ومنين ومن امريكا ومن من حتت كتيره كده بيهرجوا، ما يعرفوش قوه الدوله المصريه قدرتها وقيمتها وثقه العالم في مصر. وناس تقول لك مصر، لا مصر قدامك، مصر قدامك. وزير الخارجيه المصري سامح شكري بينقل رساله امبارح من وزير خارجية الامريكي، مفيش دولة تانية عملتها، بس ده بيعمل ايه؟ الرسالة الامريكية، وطبعا لانه امريكا النهاردة هي التي تتحكم في اوكرانيا وهي التي تتحكم في مسار الحرب، هل الحرب دي مستمرة او ممكن الحرب دي تتوقف؟ بوتين الاسبوع اللي فات قال ايه؟ قال انه امريكا هي الدولة الوحيدة التي بامكانها وقف الحرب. طيب كلام عظيم. مين الدولة الكبيرة؟ مين الدولة اللي لها علاقات دبلوماسية راسخة؟ 100 سنة دبلوماسية مع أمريكا و80 سنة مع روسيا، هنحتفل بالـ80 سنة مع روسيا في شهر 8 القادم، 25 أغسطس القادم، الاحتفال بمرور 80 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية مع الاتحاد السوفيتي ثم روسيا طبعا، امتداد الاتحاد السوفيتي اللي بدأت في 25 أغسطس عام 43. البلدين دول 100 سنة مع الولايات المتحدة الأمريكية و80 سنة مع روسيا، يبقى أنت عندك شراكة تاريخية مع أمريكا وشراكة تاريخية مع روسيا، علاقات ممتازة مع الاتحاد الأوروبي كله، ألمانيا بريطانيا فرنسا ألمانيا إيطاليا إلى آخر ذلك، قوة عسكرية كبيرة ومصدر كبير الآن للطاقة ومستقبلي للطاقة الخضراء. أنت كمصر دورك متوازن في سياستك الخارجية الدولية متوازن، حتى لافروف النهاردة سئل عن مصر وموقفها قال لك الدور المصري دور متوازن في مسألة الأوكرانية الروسية. حجم العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية الروسية الأوروبية الصينية هو ده اللي بيقول لك اللي قدامك. عشان كده إيه اللي حصل؟ مصر تنقل رسالة مهمة إلى روسيا من أمريكا وبالتالي من أوكرانيا وبالتالي من الاتحاد الأوروبي، بس مين اللي نقل الرسالة؟ وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، إنه يتم نقلها إلى موسكو. إيه هي الرسالة؟ رسالة موجهة وقف الحرب، إنه على روسيا أن توقف الحرب وتنسحب من الأراضي الأوكرانية. ده كان مجمل الرسالة. طيب إيه في حاجة تانية؟ لا، هذه الرسالة التي نقلت إلى لافروف النهاردة هل في تداعيات ليها؟ انه هناك استمرار للدعم العسكري الغربي لاوكرانيا. طيب انت هتوقف الحرب وتتوقف عن دعم اوكرانيا؟ لا، هو بس روسيا عليها وقف الحرب. لماذا الان؟ لماذا الان وزير الخارجية المصري يتجه الى موسكو الان؟ اولا ثقة العالم وامريكا والاتحاد الاوروبي واوكرانيا في مصر ان مصر وسيط نزيه، ان مصر وسيط يثق فيه العالم وتثق فيه امريكا والاتحاد الاوروبي واوكرانيا وتثق فيه روسيا. يبقى انت الدول اللي هي النهاردة بتتخانق مع بعض عندها ثقة كبيرة في الدولة المصرية وايضا حياد الدولة المصرية. الغرب من خلال امريكا الولايات المتحدة الامريكية بتطلب وقف الحرب بدون تقديم اي تنازلات غربية. يريد الغرب ان روسيا توقف الحرب الان وليس غدا، قبل حلول شهر مارس القادم. ليه مارس اللي جاي؟ لان دي المعركة القادمة.
لأنه إذا استمرت الحرب حتى مارس القادم روسيا ستقوم بإجراءات أكثر قوة عما هو عليه الآن.